ابو محمد عفوا، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حيا الله فضيله المفتي المملكه السعوديه. عندي سؤال عن فضيله الشيخ. السؤال الاول حول قضيه انه مساله ارضاع الكبير، هل هو عن طريق الحلمه مباشره ام عن طريق القدح؟ ابو محمد، هذا العراق هذا العراق صار يتكرر، هذا السؤال صار يتكرر بنفس الصوت وباكثر من كنيه. في متصل اخر ولا عد لسماحه المفتي؟